أما اجتماع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد بقطاع الإعلام الخاص على أن المؤسسات الإعلامية هي من تحدد المحتوى الإعلامي في إطار القواعد العامة عبر ميثاق شرف يتفق عليه، وبحث الاجتماع الذي خصص للإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة كيفية تذليل العقبات التي تواجه الإعلام الخاص ليسهم بدوره في تجاوز تحديات المرحلة والتي يأتي إنجاز السلام الشامل على رأس أولوياتها. من الثورة إلى الدولة نقلة نوعية، معلوم بالضرورة أنها تتطلب وعيا وإدراكا كبيرين لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الآلة الإعلامية في سبر أقوار هذا المشوار الطويل نحو الأهداف التي يلتقي عندها كل أفراد الشعب السوداني. وزارة الثقافة والإعلام التي بحثت في هذا اللقاء كيفية تذليل العقبات أمام قطاع الإعلام الخاص لينهض بأدواره تجاه أولويات المرحلة أكدت بذلك ما ذهبت إليه الثورة في إزكاء روح الحرية إلا فيما يهدم أركان النظام الديمقراطي. المسألة دي نحن محتاجين للحكومة إنها تعالجها، يعني ما بيقدر الإعلام يعالج منتجه، ما بيقدر يعالج منتجه، لكن ده محتاج الدولة ذاتها والمجتمع إنه يساعدهم في إنه يتحول لمؤسسات كبيرة. يعني المؤسسات الإعلامية هي من تحدد المحتوى الإعلامي في إطار القواعد العامة عبر ميثاق شرف يتفق عليه، مخرج مهم لهذا اللقاء حفز آخرين للانطلاق عبر مبادرات إعلامية جديدة خاصة على مستوى الإعلام الإلكتروني. الحمد لله اليوم عملنا على تدشين موقع رياح نيوز، هو موقع في الأصل متخصص في عرض أهم قضايا وملفات الإرهاب، الهجرة وقضايا الاقتصاد والنزاعات، باعتبار أن هذه الفكرة جاءت بعد دراسة متعمقة تتصل بأن العالم بات يؤثر ويتأثر بمجمل هذه القضايا الأربع، والسودان ليس بالدولة المعزولة عن هذه القضايا باعتبار موقع الجغرافي بدءا وانتهاءا، بأن هذه القضايا لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ومؤثرات بشكل أو بآخر على حياة الناس بشكل وبصورة يومية. تنظيم العلاقة بين الدولة والأجهزة الإعلامية المختلفة ضرورة تؤكد عليها مواثيق الشرف الإعلامية المحلية والدولية خدمة للرسالة السامية التي تطلع بها هذه المؤسسات. مصطفى عبيد الله، الشروق، الخرطوم. ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع وأهميته ينضم إلينا داخل الاستوديو السيد محمد عبد الله والدبوك المتخصص في الشؤون القانونية. سيد والدبوك مساء الخير. والسلام ورحمة الله. نحن الآن بحاجة إلى ثورة أيضا في مجال الإعلام، طالما أن هناك ثورة سياسية واجتماعية كبيرة جدا، إلى أي درجة يمكن أن ننظر إلى أن هذه الورشة جاءت في وقتها تماما؟ بدون شك الثورة يجب أن تنتظم مناحي الحياة المختلفة، سواء كان ذلك سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وهنا نتحدث عن سلطات ثلاثة: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، ولكن الناس يتحدثون عن سلطة رابعة هي سلطة الإعلام، وبدون شك سلطة الإعلام هي الأخرى تحتاج إلى ثورة تصحيح ودفع، يعني حتى يتحرك المجتمع كله بإعلام سياسي واقتصادي وتنموي مضبوط ومنضبط يساهم في حركة الوعي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إذن الإعلام لا يقل أهمية عن السلطات المختلفة الأساسية للدولة، وهو ربما يتقدم هذه السلطات ويشكل وجهتها الأساسية وسط الرسالة الإعلامية الحقيقية التي يريد أن تتشكل في الرأي العام السوداني. نعم. بما أنك رجل قانوني ومتابع لهذا الملف، نعتبر أن القانون ضرورة ملحة الآن في هذه المرحلة التحديد الذي ينظم هذا العمل. هل في السودان الآن قانون يتيح هذه الفرص والحريات؟ وطبعا نحن نتحدث عن قانون ونتحدث عن حريات، ومن أكبر الإنجازات والمكاسب التي تحققت بعد التغيير مسألة الحرية، الحريات العامة التي يجب أن يضبطها القانون، يجب أن يوجهها القانون، حريات للجميع. وهنا نتحدث كذلك عن دولة القانون ودولة المؤسسات. فإذا ما أردنا للإعلام الخاص وكان تلفزيون أو إذاعة أن يطلع بمسؤوليته الوطنية والأخلاقية وأن يتكامل في تشكيل الرأي العام الوطني والتغيير المنشود مع الإعلام الرسمي، يجب على الدولة أن تؤسس علاقة فيها نوع من الشراكة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية
وهذه العلاقة لا يمكن أن تؤسس بناء على كلام في الهواء، يجب أن يضبط قانون، وهنا يجب أن تقنن هذه العلاقة بعقود وبعهود مكتوبة تجعل من المسؤولية الوطنية على درجة سواء بين الحاكم وهذه الفضائيات الحكومة وهذه الفضائيات أو هذه الإذاعات، وكذلك لنحدد المسؤولية كذلك إذا ما وقع تجاوز مسؤولية تقصيرية ليتحمل من وقع في هذه المسؤولية مسؤوليته أمام القانون وأمام الحاكم. نعم. على الدولة أن تدعم في بعض النماذج التي جرت من في الدول حولنا الإعلام الخاص، الدولة لا تصنف كأنه خصم عليها وإنما هو يتكامل مع أدوارها الوطنية، لأنه لا ينفع لا يمكن للإعلام الرسمي وحده أن يملأ الفراغات وأن يسدها، ولذلك على الإعلام الخاص على الدولة أن تدعمه حتى ماليا، ناهيك عن أن الدعم الفني والتدريب هي مسؤولية الحكومة تجاه هذا الإعلام، ولذلك عندما تدعم الدولة هذا الإعلام دعم فني دعم مادي وتؤسس لشراكة فيها نوع من الثقة، الكل رسمي وخاص الغرض حقه الأساسي هو أن يشكل أن تشكل الساحة الإعلامية بطريقة وطنية وأخلاقية مسؤولة. نعم. هنا نتحدث عن إنفراجة وعن تطور كبير في الإعلام الخاص. نعم أستاذ، ودبوك السودان حديث عهد بالتجارب القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة أيضا، إلى أي درجة يمكن أن نقول هذه التجربة على يعني جديتها وعلى الأقل حداثتها يمكن أن تؤسس لعمل كبير جدا يساهم في هذا العمل الوطني؟ وبدون شك الآن تتعدد الفضائيات والإذاعات الخاصة، وهذه الإذاعات أصبح لديها كسب وتأثير في الرأي العام وأصبح لديها جمهور كبير وعريض. نعم. هذا الجمهور في بعض الأحيان يخاصم ويقاطع حتى أجهزة الحكومة الرسمية سواء كان تلفزيون أو إذاعة. نعم. لأن مساحة الحرية مساحة الحركة مساحة المحتوى الإعلامي، وهنا كويس وزير وكيل الوزارة يتحدث عن إنه هذه الفضائيات هذه هي لديها حرية المطلقة في تحديد المحتوى الإعلامي في ظل انفتاح في ظل تغيير، ولذلك الإعلام الخاص الآن أصبح لديه كسبه تأثيره وحركته التي تتجاوز حتى تأثير حركة الإعلام الرسمي الحكومي. وبالتالي ليس من مصلحة الحكومة أن تعمل على تقييد أو ظلم هذا القطاع بهذه التجربة. بدون شك السودان الآن في أكثر من إعلام تلفزيون وإذاعة الآن حتى مسموعة خارجيا، وبالتالي هذه التجربة تزداد يوم بعد يوم في التراكم في التجارب حتى نقترب من تجارب دول إقليمية ودولية في الإعلام الخاص. مثلا الجزيرة هي تستقل عن الوضع الرسمي، الآن أصبح لديها تأثير على المستوى العربي والإفريقي وحتى العالمي والأوروبي والغربي. ولا يمكن للإعلام الرسمي أن يصل هذه المستويات إلا من خلال علاقات تنبني في الإعلام الخاص، وهذه مساحة يجب أن تؤسس من خلال هذه المرحلة الجديدة. نعم، الإعلام الخاص يقوم بدور كبير جدا وشراكة استراتيجية من أجل بناء الوطن، لكن إلى أي درجة يستفيد القائمون على أمر الإعلام الخاص إذا كان من صحفيين أو غيره من المهتمين بهذا المجال بالقيام بهذه المسؤولية مع الحرص على البناء الوطني؟ وطبعا بدون شك هذه هي المسؤولية التاريخية على عاتقهم إنه الإعلام ده مهم، وهم أصلا من أبناء الوطن. نعم. وهذه الفضائيات هي في الوطن، وبالتالي لا تستطيع أن تخرج عن الحصة الوطني المسؤول. نعم. وعن القضية الرئيسية والأساسية. الآن نعيش أزمة في لديها انعكاسات، ومثلا قضية السلام وردت في حديث الأخ وكيل وزارة الثقافة والإعلام يتحدث عن أنه مثلا السلام هو الإعلام يجب أن يهتم بقضية السلام لأن هي القضية الأولى والأخيرة المفتاحية التي لديها أثر في أمن الناس اقتصاد الناس معاش الناس علاقاتنا حتى الخارجية مربوطة بتحقيق السلام. إذن هذه القضية هي قضية وطنية، وأنا أعتقد القائمين على أمر الإعلام الخاص هم أبناء الوطن ولديهم بعد مثل ما للوزير مثل ما للرسمي يعني بعد أخلاقي وقيمي ووطني كذلك ينطبق عليهم تماما، ويمكن أن يساهموا مساهمة كبيرة في بناء السلام وتحقيقه حتى على الأقل الوضع الاجتماعي المعقد والمصالحات الوطنية. نعم، في تقديرك هل بالإمكان الآن الاستفادة من هذا الجو من الحريات وقيام مؤسسات كبيرة، خاصة أنه هذه الأيام نسمع أن هناك مؤسسات كبيرة جدا سيتم افتتاحها، هل الأجواء مناسبة الآن مواكبة، هل رأس المال الوطني يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الفضائيات والإذاعات؟
وطبعا مسألة رأس المال هي العقبة الكؤود والرئيسية التي تواجه الإعلام الخاص، وكيف رأينا في الأيام القادمة أن أكثر من فضائية محترمة ساهمت مساهمة سياسية واقتصادية وإعلامية كبيرة في تشكيل الوجدان والبعد الوطني لأهل السودان، تأثرت بالأزمة الاقتصادية والآن تراجع دورها، ويجب أن لا تترك الحكومة هذا النوع من الأزمات يتغلغل وسط هذا الإعلام الخاص حتى يقع، لأن ذلك سيكون خصم على الإعلام الرسمي. وبالتالي أنا أعتقد واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه شكل العلاقة بين الإعلام الخاص والقائمين على أمره والحكومة، هو أن الحكومة نفسها زي ما ذكرت في تجارب دول إقليمية ودولية عليها أن تدعم هذا الإعلام الخاص حتى يقوم ويطلع بمسؤوليته، وهنا ستتكامل الأدوار وسيتحرك في مساحات بعيدة عن مساحات حتى الإعلام الرسمي الحكومي. طيب كيف يتم هذا الدعم المباشر لهذه القنوات؟ طبعا يعني ممكن يتعدد شكل الدعم وينضبط، ما الحكومة في النهاية تريد إعلام مسؤول، إعلام يوجه الهدف الكلي مثلا نحو قضية السلام، نحو قضية الوفاق، نحو قضية الحريات، نحو قضية التحول، نحو قضية أن ينطلق وأن يتعافى المجتمع من الأمراض الاجتماعية وأن يتحرر من قيود اجتماعية قديمة ليبني وحدة وطنية يتماسك فيها الجميع، ليست مكان للقبيلة فيها ولا الجهة ولا الأعراق ولا الأجناس هكذا، وهذا من فائدة الحكومة. ولذلك أنا أعتقد المسافة ستتحدد بالقانون والشراكة ستتحدد بالقانون، والقانون هو الذي يحدد، لأن المال مال عام ونتحدث عن نسب بتاعت مشاركة، يمكن أن يكون للحكومة نصيب في أرباحها أو الاستثمار في الإعلام، يمكن أن تتحدد هذه المسؤوليات وتتكامل الأدوار في هذا الاتجاه. أخيرا سيد الدبوك، نحن أمام مرحلة مقبلة مهمة جدا، وهي مرحلة انتخابات تلي المرحلة الانتقالية، وهذا يحتاج أيضا إلى إعلام واعي جدا يقود إعلام معارضة وإعلام داعم للسلطة الحاكمة. إلى أي درجة يمكن أن نؤسس أو تؤسس هذه المرحلة الانتقالية لإعلام فاعل حقيقي؟ طبعا لا 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 ليس مقبولا بعد التغيير الجرى أن يتم تكميم للأفواه وتضييق لمساحة الرأي الآخر. الشعب السوداني أنجز التغيير، صحيح أن هنالك ظروف اقتصادية، ظروف معيشية ضاغطة، ولكن قضية الحرية في أن ينطلق في بلد بحرية تامة دون قيود من أحد، لا من سلطة ولا من جهات، هذه هي الأهداف الكبيرة التي جرى من خلالها التغيير. إذن نريد أن ينطلق إعلام الحكومة وأن ينطلق إعلام المعارضة، والكل يرسم لوحة وطنية زاهية، الغرض الأساسي فيها الإعلام الحاكم والإعلام المعارض هو بناء الوطن وعكس هذه اللوحة الكبيرة من التسامح، من التغيير التاريخي، من الوفاق، من التماسك في دولتنا وفي مجتمعنا، حتى نبني بلد قوي يستطيع أن يتحرك وسط إقليمه ووسط العالم كله بفاعلية وبقدرة عالية. الخبير القانوني محمد عبد الله الدبوك، كنت معنا مباشرة في الخرطوم، شكرا جزيلا. شكرا.